عزيز ملك لينكس لص من 5 نجوم، كانت عنده طريقة فريدة من نوعها. كيدير راسو غادي يشري طوموبيل فاخرة، كيجربها وكيمدل صاحب السيارة كلينكس باش يدير احد الشاكمة باش يتأكد من انها في حالة جيدة. ومجرد ما كيمتاتل صاحب السيارة اللي بغى يبيع الامر عزيز، كيهرب هذا الاخير وكيخليه شاد الكلينكس. هرب الطوموبيل وخليني شاد الكلينكس. مسرح الجريمة يأتيكم هذا المساء عند الأوقات التالية على قناتكم ميديان تيفي.